تعرف معك بس في الفيديو هنشرح كل حاجة تخص البرنامج بالتفصيل. بس قبل ما ابدأ الفيديو، وانت جديد يا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. بحب اشكر كل الناس اللي بتكتب لي كومنتات، فعلا محفزة ومشجعة ان انا اكمل من غير كلام كتير. خلينا نخش في شرح الفيديو. خلينا دلوقتي نفتح البرنامج بتاع البرنامج هسيبها لكم في صندوق الوصف ده البرنامج. تمام، دي الواجهة الرئيسية بتاعت البرنامج. برنامج سهل جدا جدا، مش عارف معلش يا جماعة تحت اخر الفيديو. انا عملت قناة جديدة، القناة دي متخصصة للالعاب بس. رابط القناة اللي في صندوق الوصف، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان أول ما أنزل فيديو جديد يوصلكم على طول. هسيبكم دلوقتي مع الفيديو. ممكن أنت تختار أي حاجة من الصور دي، مثلا ممكن نختار الصورة دي كده. تمام، ويظهر لك الصور اللي في الجاليري عندك. تمام، ندوس مثلا على الصورة دي، نختار الصورة دي، ندوس على علامة الصح دي كده، علامة السهم الأخضر. تمام، طبعا بيظهر لك إعلان، بستنى لغاية مدة الإعلان ما تخلص. تمام، تعمل اسكيب كده. تمام، طبعا بيجيب لك عملية المعالجة مثلا من 1 لـ4 أو من 1 لـ6 على حسب ما بيجيب لك. تمام كده، دي كده الصورة بتاعتنا. تمام، بندوس عند التلات شرط دي كده. تمام، بعدين بندوس سيف تو ديفايس لو احنا اخترنا الصورة دي. تمام، ممكن نختار اي فلتر تاني نشتغل عليه، ندوس سكيب كده. ممكن نختار الصورة دي كده. تمام، هنختار برضو الصورة بتاعتنا عادي، خلينا ندوس علامة السهم دي كده. لو ظهرت لك دي كده، هو كده برضو لسه بيعمل معالجة عادي. تمام، دي الصورة بتاعتنا. في عندك علامة البلس دي أو الزائد، بيطلع لك كذا أيقونة منها. في إن أنت بتعمل إفكت التاني أو بتكتب نص أو بتضيف حاجة بالشكل ده كده، مثلا حاجة زي كده هيعمل معالجة دي. تمام، زي ما انتم شايفين كده في ايه الحاجات اللي ظاهرة فوق دي. تمام، هندوس مثلا صح لو احنا اخترنا عليها، بعدين هندوس ابلاي. تمام، ممكن نضيف نص. تمام، ممكن نطلع كده دي. نرجع تاني كده معلش عشان اوريكم الحتة بتاعت الافكتات وان انت بتعمل تكست تاني. تمام، ندوس عند بلس دي مثلا، ونختار دلوقتي ان احنا نعمل، احنا اخترنا نعمل نص، نكتب تكست. تمام، ندوس عليه كده، نكتب على حسب ما انت عايز تكتب، مثلا تكون بصري مثلا. تمام، عندك عند علامة الصح دي تختار. طبعا هنا في الايقونات اللي تحت دي، دي انت عايز تختار الخط اللي انت هتكتب بيه. تمام، عندك علامة النجمة دي برضو فيها اشكال الخطوط، وعندك هنا دي علامة اللون، تختار لون الخط اللي انت عايزه. واخر ايقونة دي بتاعت وضوح الخط. تمام كده، لو انت اخترت ده كده هتدوس صح. تمام، عندنا برضو عندنا الافكتات دي مثلا، ندوس عليها. تمام، هنا الافكتات لو انت عايز تشتغل على اي افكت انت عايزه من دوه، تختار بالشكل ده ويعمل نفس عملية المعالجة مردك. تمام كده، لو احنا كده خلصنا هندوس على انت الصح الخضرة دي، هي عند التلات شرط دي، بعدين سيف تو ديفايس. تمام، تقدر بالشكل ده تختار اي فلتر انت عايزه. طبعا الفلاتر اللي انت هتلاقي مكتوب عليها برو، فهي دي للنسخة المدفوعة. يعني مثلا بالشكل ده كده هتلاقي علامة برو، دي للنسخة المدفوعة. شكرا مستني اخر الفيديو. الفيديو عجبك متنساش تعمل بلايك واشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تعرف كل الفيديوهات اللي بنزلها، وانتظرني في فيديو جديد. والسلام.